بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر ثيكنس في برنامج الفريكات. أنا فاتحة الورك بنش اللي هي بار ديزاين، وهاجي أقول له بادي من هنا، وبعدين أختار كرييت سكتش و إكس واي بلين، وبعدين أوكي، وهاجي أرسم ريكتانجل بالشكل ده كده، وأغير دايمنشن بتاعه. فمثلا هخليه زي مربع 60 في 60 مربع اهو، اختار ده كده تمام. انا عايزة اخلي النقطة دي في نص الريكتانجل، اعمل ايه؟ بروح عند كونسترين هنا تمام، واختار اول نقطة، وبعدين تاني نقطة اللي هي هنا، وبعدين تالت نقطة اللي في النص. عمله لي في النص زي ما احنا شايفين كده، واجي اقول له كلوز، وبعدين اقول له باد، عملت له سيكنس بالشكل ده، وبعدين اوكي. السكنس عندي هنا 10 مليمتر، بعدين اوكي. هرجع على موديل وادوس على بادي، بقف عليها بس كده تمام، وبعدين هختار الواجهه اللي فوق زي ما احنا شايفين كده، بدوس عليها اللون بتاعها بينور زي ما احنا شايفين كده، واجي اقول للتاسكس كرييت سكتش عشان ارسم عليها من فوق، وبعدين اختار ريكتانجل تاني وارسمه في السكتش الجديد بالشكل ده. ممكن بقى ان احنا نغير المقاس بتاعه برضو، مثلا نخليه 25 في 25 تمام، وبرضو نخليه في النص. هاجي اختار كونسترن هنا اهي، اول نقطة اللي هي فوق هنا، وبعدين تاني نقطة الاخرانية هنا، وبعدين تالت نقطة هنا، خليته في النص بالشكل ده كده، واجي اقول له كلوز. طيب بعد كده هاجي اعمل له باد، ونخليه ده أعلى شوية 25، وأجي أقول له أوكي. يبقى إحنا رسمنا زي ما إحنا شايفين مجسمين بالشكل ده. أنا عايزة أعمل بقى سيكنس. أعمل سيكنس إزاي؟ هختار الأول الوجهات اللي أنا هعمل عليها سيكنس، فأنا هختار اللي فوق وهدوس على كنترول وأختار مثلا ده تمام، وأروح على سيكنس هنا هدوس عليها بالشكل ده كده، على طول عمل لي فتحة وعمل لها سيكنس أهي، شايفين؟ بالشكل ده كده. ممكن بقى ان انا اعدل عليها، ممكن ان انا هنا السكنس اغيره اخليه مثلا 5، شايفين؟ ممكن ان انا اعمله انترسكشن بيتغير، ارجعه تاني ارك اهو. يبقى احنا كده اتعلمنا زي ما شايفين نعمل سكنس في برنامج الفريكات. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.